التقي بالناس وكان يصير حكي على السوشيال ميديا ويصير حكي بالقعدات على دار الحكومة وعلى دار سيدة وليدة. فهذا الحكي فيدي أنا وياك عارفين أن هذا الحقوق الحرة، يعني الناس بدأت تحكي أكثر من البحث. لذلك أرجو من سمو الأمير الكرام من هذا اليوم أن يصير التزام من سمو الأمير بعدم الذهاب لهذه المناسبات وعدم الاختلاط داخلية وخارجية، والالتزام بزيارات العائلية للعائلة الهاشمية فقط، وأنه ما يصير أي تغريدات. شباب جيبوا السيارة بالله، جيبوا سيارة الباشا. إذا أرجوك أنت هذا بيت الحسين، أنت بتدخل علي بتقول لي شو أعمل ومع مين ألتقي من شعبي ووطني في بيتي؟ جاي تهددني يا سيدي؟ لا ما بهددك. شو الكلام هذا؟ لا سيدي أنا يمكن بتقول لي ما أطلع أشوف الناس؟ بتقول لي ما أختلط؟ سيدي أرجوك سيدي والأمير سيدنا ما بعرف أنا شيء. إحنا الأجهزة الأمنية اللي بحكي لك سيدي، يعني أنتوا الأجهزة الأمنية قاعدين تهددوني؟ ما بنهددك. طب شو اللي قاعدين تحكوا بالضبط؟ لا يا سيدي إحنا بنحب سوء إدارة الدولة بسببي أنا؟ لا سيدي ما الفشل اللي حد. قاعد يصير بسببي أنا؟ تخبيص اللي بيصير بسببي أنا؟ أنت جاي على بيتي تقول لي أنت ومدراء الأجهزة بتهددوني؟ ما تطلع من بيتك بس تروح عند أهلك وما تغرد؟ سمو الأمير سيدي اركب بسيارتك وطلع من الباب. اعذرني أنا بحترمك وبحترم المؤسسة تبعتك بس ما بتحكي لي هذا الكلام ببيت الحسين. تركب بسيارتك وتطلع من البيت. أنا بالنسبة لي الله أني قد بلغت الرسالة سيدي. أنت بلغت رسالة مين؟ رسالتي أنا ورسالة مدير المخابرات العامة ورسالة مدير الأمن العام. إنه إيش؟ إنه سيدي تلتزم بما قلت لك. إنه ما أختلط وما أزور الناس، هذا الكلام اللي قاعد تحكي لي. سيدي السوشيال ميديا أي تغريدات؟ أي تغريدة أنا؟ إمتى آخر مرة غردت؟ إمتى آخر مرة أنا غردت يا سيدي؟ إمتى آخر تغريدة إلي؟ إمتى آخر تغريدة إلي؟ أنا أردني حر ابن أبوي إلي الحق إني أختلط بأبناء شعبي ووطني وأخدم وطني مثل ما وعدت وأقسمت له وهو على سرير الموت. فأنت جاي هسه أنت يا سيدي سامحني، وين كنت قبل 20 سنة؟ أنا كنت وليعة هذه البلد بأمر من والدي الله يرحمه. أنا أقسمت له إني أظل أخدم وطني وشعبي ما حييت. أنتوا هسه بعد التخبيص اللي قاعد يصير اللي مش بسببي وأنا ما إلي علاقة فيه جايين تحكوا لي ألتزم؟ أنا ما بنحكي لك سيدي لا تلتزم سيدي لو سمحت. أنا في سيدي رسالة كون واضح معي، رسالة من مين؟ من إحنا الأجهزة الأمنية، من مدراء الأجهزة الأمنية جايين علي يعني؟ ما بنهددك. احنا سيدي بنقول لك انك تعديت الخطوط الحمراء. انا تعديت الخطوط الحمراء؟ طيب توكل على الله. اشكرك سيدي. سيدي اسمعني ارجوك انا بحترمك كشخص بس التخبيص هذا اللي قاعدين تسووه بالبلد سيدي راح يدمرنا كلنا ويدمر ارث ابائي واجدادي. سيدي تركب السياره بالضبط. خلي العائله متحده وخلي سيدي العائله التخبيص اللي قاعد يصير فيها مش في مني انا. انت عارف من مين وانا عارف من مين. فإذا سمحت يا سيدي توكل على الله. تشكر سيدي. والمرة الجاي ما بتجي بتهدد من بيتي. بيت الحسين يا سيدي. ما هددت.